مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته في العالمين، إنك حميد مجيد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موتي لقمان الحكمة ايتنا الحكمة وفصل الخطاب. ثم أما بعد، أيت ما يسمى ما يتلم تمرتنا رب العالمين من. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الموضوعنا وعباد الرحمن أسفنا نيود نكت ليت سلأيات عباد الرحمن، إني نكت صفت صفات عباد الرحمن اللي هي قوله تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يعني عباد الرحمن الحصي خطان ذكرت: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني توين نس ندقيدين يتظل ندقيد غلب سجدا وقياما، مع تظلت نسن مع السجود نسن مع الركوع نسن، ولكن ما سنتو للعافيت ديما طلب نربي اتني نجا ربي سلعافيت. عندنا يقرن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامه. اصرف عنا عذاب جهنم. الصرف هو المنع، يعني اتر في اللسن طلبني ربي ارفن انا نعافيت. عندو هذا الصرف أتر في الناس إن شاء الله يرتر بتر في مسلم من قاع إن شاء الله في مشارق الأرض ومغاربها. عندو يدنا: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ما معنى كان غراما؟ كان غراما أي كان ملازما. يعني أصحاب العفيت العذاب يلصق ديسن يطفديسن وسنيت الكل ما يكون تدفرس العذاب والعياذ بالله وتتفرق خلاص. لهذا طلبنا ربي اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي كان ملازما. لهذا يقال الغريم. وشي حد سلسي أمروس حد قرنس الغريم، إن أمروس قرنس المغرم على خطر بمنين أنسان الناس يدرمن إلي السقديس المسير يدرمس المتيش لك مي خلص مروسه دي فكسيس. كذلك والعياذ بالله لا 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 تمشي تقموية تلصق ايد بابس، نسأل الله العافية. نعم، فكذلك يعني قوله تعالى: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أي يقول تعالى: الذين يدعون الله أن يصرف عنهم عقابه وعذابه حذرا منه ووجلا. يعني اش لقوتني قادي رب العالمين مع تظلت نسن مع وزوم نسن مع الركوع نسن مع يذكر نسن يقاد نسني رب العالمين سبحانه وتعالى يصوادين بقي قرن يا ربي نجينا اش لعافيت. إن عذابها كان غراما أي كان ملازما. لهذا بولاد مدى به العافيتو ديما أتدفكر وقالت دي فكر يا خسيتي دي فكر أباها كويت قل حياته والسود النغرس. نعم، في الدعاء في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تهتو يا رب يصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار. كذلك
يعني ديننا يوصينا سيك حنا امور تنق اين نتنجنس لعافيت من بينها اتقوا الله ولو او اتقوا النار ولو بشقي ولو بشقي بشقي تمره ما يتلن يتنجس لعافيت ما دابيه بوندم اتك لعل رب العالمين اتي نجا يسمع ديش لعافيت علاش خاطر العافيت نخرت وقيمت ندنيت العافيت نخرت لا يعني تقيمت سبع مرات لقيمت سبع مرات ان عافيت ندنيت تزرم العافيت ندنيت ما تتقمي حرك حد مي حرك حد سير تمي ودن طبقات يعني الطبقة الثالثة هاد متى إلى ربما يتمتى تولى تمتنت فكيف أسلع عافية رب العالمين تيتو ديت ندنيت أعسكت النخرت ربي إن شاء الله هين النجا أين النجا السيس لهذا الإنسان ماذا به رب العالمين سبحانه وتعالى إنك النجا إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني العافية اللي أنت دارين لين صما سيدي سين دفا سيدي في الحقيقة أنت التذكرة قال ما كيش على حد لكم ايش على طابوني ايش على اسخاني لحيت ما به اديني اللهم اجرنا اجرنا من النار يا ربي نجينا نجينا في العافيت العافيت خاطر ربي انك ان جعلناها تذكره ومتاعا ومتاعا للمقوين خاطر العافيت وقمت وما كنا وقمت دنيت العافيت نخرت تخقلت رب العالمين ايش عليت الف نسقسن اسقت وتمللت ومن بعد الف نسقسن اسقت وتسقخت ومن بعد ألف نيس قسن أسقط وتغقلت إيمو جهنم والعياذ بالله تسلس تغقلت وجد يعني وجبرت تقارن العافيت من دنيت لهذا بندم دائما العافيت يعني أدي فكر العافيت أبهاك هذه قد يا ربي يفكر الجند أبهاك هذه طمع رب العالمين سبحانه وتعالى رب العالمين ناك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يعني يصغرنس ديش العباد خاتني قرب الله عبادتني قرب ديش غرن ضرب العامد حلاني ضغاخن ديش عليك خاتني قرب ديش غرن عافيت يعني يكتل عافيت يعني وتمر تصور ديش فيك مكتبو نعم كذلك ديش الويدان ديش الأمور يعني واللي نسهل هي تعرن نعم ف رب النبي صلى الله عليه وسلم إنك تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادي الحزن قيل يا رسول الله وما جب الحزن أو وما وادي الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة كل يوم سبعين مرة يعني وديك الواد العافيت يعني العافيت ديش الويدان ديشك عن حياة ولا يعني صلى الله العفو والسلام كذلك العمق سي بعد غلب ود مترتين ولا 5 مترات ولا 10 مترات ولا 100 متر العمق سي بعد غلب ربي نجسس لهذا دائما بنادم دي فكر العافيت اباك دي قد اباك دي قر طعن رب العالمين كذلك ديش سنين ديش الكبول ما كان خار لن مدنا عند بناتني رب العالمين العافيت توقن توقن سلكبول لن مدنا عند بناتني رب العالمين العافيت توقن توقن سلكبول نعم لان بعض سنين رب العالمين الملائكه خذوه فغلوه ثم الجحيم غلوه يعني قنمت قنمت سلام يا ربي انك انا اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا الكبول ما كاين قار الايات انك خذوه فغلوه يعني قنمت نسال الله العافيه لهذا ماذا بينا ان 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 عاد نقول طبيعي عن عباد الرحمن انا عاد نقول بريدنا عباد الرحمن دائما انني انني ربنا صرف عنا عذاب جهنم كل انواع صوات سنين صوات الويدان صوات اما كان ايش شديش هو والعياذ بالله الا ايش العافيت مسحيش نعذب الا ايش هو العافيت مسحيش هو نعذب الا شجره الزقوم والعياذ بالله قال لآكلون منها فمالئون منها البطون كذلك إشوى أمن أمن أبرنا الحميم رضغة الغبال عصارة أهل النار صلى الله عافية لحية كل العافية ربني نجا ربني نجا السيس كذلك يعني العافية أصحاب العافية ديما حزنانين ديما طعيد ديما طرون ولكن أولاد حدوت نتنجي نعم طلب تمتنت وقالوا يا مالك وقالوا يا مالك يعني مالك خزن النار يا مالك قرنا سيناسي ربي أين نخ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك إن سيربيني نغنى ختمت
نخستمتنت ولا العذاب النديس طرون طين، ولكن يعني ولد حدوث نتجويب. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. أسني أتقم ممنية أتقم من عذاب ملا بندم ديما يطلب رب العالمين. أتي نجر ربي العافيت ويتتي في كل صلاة في كل يعني الوقت اللي ما ظنت يعني استجابة الدعاء أدي دائما نديني ربي أني نجس العافيت، رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام. حتى يعني يوجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بندم ميزول صلاة الصبح الميزول تسمسين أديني سبع مرات، أديني سبع مرات اللهم أدخلني الجنة اللهم أدخلني الجنة سبع مرات. إنسان تسين يا رب يا رب يسيت فين جنت، وبعد حديني سبع مرات وقيل ثمان مرات أديني يا اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار. العافية تسين يا ربي وتستف العافية أنت لبرب إن شاء الله أني نجيش العافية يسيت فانا نجنت نسنين لها الناد الوالد الناد تزدنا الناد تروي الناد يسلم نقع يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي تشفع له في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول السلام الله. عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.